أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجائزة. هذه الفقرة مميزة عن باقي الفقرات لأنها فقرة في كتاب الله عز وجل وفي بيت من بيوت الله عز وجل ومع أشبال القرآن، فهي فقرة مميزة بمكانها وبحوارها وبأسئلتها، فابقوا معنا حتى نعيش مع هذه الأجواء الرمضانية. هذا البرنامج برعاية شركة الأطباء لتصنيع الألبان، متخصصون في أجود أنواع الجبن الموتزاريلا. شركة الزامل للمقاولات العامة والاستثمار العقاري. شركة زهران لاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش أولى فقرات هذه الحلقة المباركة مع أشبال القرآن في بيت عامر من بيوت الله عز وجل، وإن شاء الله أول أسئلتنا في هذا اللقاء عن فضل القرآن. فضل القرآن، فعايزين كده حد من الأشبال المنورين دول يذكر لنا حديث في فضل كتاب الله عز وجل. مين يقول لنا حديث فضل كتاب الله؟ انت اللي ساكت. ساكت ليه؟ اسم الكريم، عرفنا باسمك. اسم عبد الملك. منور الدنيا عبد الملك، ما شاء الله. لو قلت لنا كده حاجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن الكريم. الرحمن. نعم. في سورة الرحمن. الرحمن. نعم. علم القرآن. نعم. فالرحمن هي كلمة مختصرة من الرحمة. نعم، الله أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. جميل، احسنت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب حد حافظ كده حديث تاني حلو كده؟ حديث النبي عليه الصلاه والسلام كتيره جدا في فضل القران. حد لنا حديث تاني يا شباب؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول من قرا القران وتلاه وحفظه ادخله الله الجنه وشفعه في عشره من اهل بيته كل قد وجبت له النار. وقال صلى الله عليه وسلم من قرا القران وعمل بما فيه ألبس الله والديه يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما ظنكم بمن حفظ القرآن. ده حديث كتيرة جدا. إن لله أهلين. حد حفظ الحديث ده؟ إن لله أهلين من الناس أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وأنا اللي هجاوب ولا أنتوا اللي هتجاوبوا؟ طيب سؤال بقى في القرآن، أطول سورة في كتاب الله؟ البقرة. البقر. طب وأقصر سورة؟ الكوثر. أحسنت. طيب أطول آية؟ المدينة. آية الدين أو المدينة. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. أطول كلمة؟ فأسقيناكم. سورة الإيه؟ سورة الحجر. طيب سورة من القرآن نزلت كاملة مرة واحدة، سورة الإيه؟ سورة من القرآن نزلت كاملة؟ نزلت كاملة، يعني نزلت مرة واحدة، جملة واحدة. سورة. حد عارف؟ طيب نقول سورة المدثر. سورة الايه؟ المدثر. طب قلب القرآن؟ ان لكل شيء قلب، وقلب القرآن سورة ايه؟ لا طب خلاص بلاش دي. افضل سورة من القرآن سورة ايه؟ الفاتحة. طب افضل آية؟ الكرسي. آية الكرسي، احسنت. اجابات صحيحة ما شاء الله، ربنا يفتح عليكم وبارك فيكم. احنا قلنا ايه اللي انتم ما جاوبتوش عليه؟ سورة المدثر نزلت
كاملة مكملة. طيب سؤال كمان وشوف مين بقى اللي هيجاوب عليه، بس خد بالك السؤال ده عايز إجابة في 10 ثواني، ما تأخرش عن 10 ثواني. ماشي. القرآن المصحف فيه كم جزء؟ 30. فيه كم؟ 30. عايز إجابة سريعة. ماشي. إجابة سريعة. دلوقتي أنا عندي في البيت 5 مصاحف، كم مصحف؟ وعندي بنتي حفظت من الخمس مصاحف 3 مصاحف ونص، يبقى حفظت كم جزء؟ قولي حفظت كم جزء؟ 30. حفظت كم جزء؟ 90. 90؟ حفظت كم جزء؟ 90 و 105. حفظت 105؟ تأكد؟ ها. حفظت كم جزء؟ 105. 105؟ حفظت كم جزء؟ 50؟ 105. 105. 30. حفظت كم؟ 30. ايه اللي عرفك ان حفظت 30؟ المصحف 30 اجزاء، 3 اجزاء في 30 ب 30. انت متاكد من الاجابه اللي بتقولها ديت؟ 30. 30. حفظ كم جزء؟ 30. ليه بقى؟ ما كل مصحف فيه 30 جزء. احسنت. طبعا هو لسه الاجابه دايره في دماغه، لان المصاحف ياكش يكون 1000 مصحف، ياكش تكون مصاحف الدنيا كلها هم 30 جزء. الله يفتح عليك، اجابه صحيحه. طبعا ده سؤال يعني تعجيزي. طيب في حالة الواصل بينطق التنوين، ما يبقاش مد بدل أو مد عوض، فنقول إيه؟ والنازعات نزعة ولا نزعا؟ والنازعات نزعة ولا نزعا؟ نزعة. نزعا؟ نزعة. نزعة ولا نزعا؟ نزعة. نزعة. يا مولانا ما تقولش يا مولانا، والنازعات إيه؟ الله يفتح عليك، ركز ركز. الإجابة طبعا صحيحة، وحاولنا إن احنا نعمل لهم ألغاز عشان نشوف مدى سرعة البديهة ومدى الإدراك، فربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب. المقصود يا أحبتي في الله من هذه الأسئلة هو تحبيب أولادنا وثروتنا وثمرة حياتنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبناءنا وأن يربي لنا أبناءنا وأن يردنا وأبنائنا وأن يردنا وأبنائنا إلى كتاب الله وإلى سنة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وانتظرونا في الفقرة التالية. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، والآن قد جئنا إلى الفقرة الثانية من هذه الحلقة المباركة، وهي فقرة السيرة العطرة والسيرة النبوية المطهرة. وسؤالنا النهاردة: من هي أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال سهل جدا، ها حد مين هيقول؟ خلينا نتفضل. طيب، طب من من نساء النبي روت عنه أكثر رواية في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم؟ من أكثر واحدة من نساء النبي روت عنه أحاديث؟ ها حد عارف؟ عائشة. سيدة عائشة رضي الله عنها. حد عارف روت كم حديث؟ ها حد عارف؟ 2010. قولي. 2210. أحسنتي، 2210 حديث، هي أكثر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام عنه رواية. طب في سؤال كمان: سورة من القرآن نزلت باسم، السورة الوحيدة التي سميت باسم امرأة صالحة، ها؟ مريم. سورة مريم، إجابة صحيحة. طيب من هي المرأة التي قال الله فيها في القرآن قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وهي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة؟ مين حد يقولها؟ مين؟ سيدة خديجة. إيه، ما احنا لسه قايلينها دلوقتي. مين يقول؟ عائشة. لا، ربنا قال لها قنوتي واسجدي واركعي مع الراكعين. حد اللي عارف يرفع ايده، ها؟ أحسنتم جميعا، اللي جاء خلاص إجابة جماعية، وما الله يفتح عليكم. هي فعلا ستنا البتول مريم عليها السلام من الله، وهي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. أحبتي في الله، إن شاء الله بإذن الله الإجابة كلها صحيحة بإذن الله، ولكن إن شاء الله سوف يتم توزيع هدايا على الأولاد الحافظين. ما شاء الله كلهم حافظة، منهم من يحفظ نصف القرآن، ومنهم من يحفظ 5 أجزاء و3 أجزاء وجزء، ودي سنة طيبة، ياريت كلنا نغير من بعض فيها
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهم دول ثمرة حياتنا اللي ربنا سبحانه وتعالى هيسألنا عنهم يوم القيامة، وهم دول اللي هندخل بيهم الجنة. احنا بنربي أولادنا ليه يا جماعة؟ بنربي أولادنا علشان يكونوا امتدادنا الصالح في حياتنا الدنيا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها أو ولد صالح يدعو له. احنا مش بربي بنربي عيالنا علشان يكونوا وقود للنار والعياذ بالله، لكن بنربي أولادنا عشان يكونوا في صحيفة حسناتنا. أسأل الله عز وجل في عليائه أن يجعل أبناءنا في صحائف حسناتنا، وأن يربي لنا أبناءنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا البرنامج برعاية شركة الأطباء لتصنيع الألبان، متخصصون في أجود أنواع الجبن الموتزاريلا. شركة الزامل للمقاولات العامة والاستثمار العقاري. شركة زهران لاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية. أن قد وصلنا إلى سؤال حضراتكم، اللي هو السؤال الأخير في برنامجنا، وهو ما هي الآية القرآنية التي جمعت كل حروف الهجاء؟ ما هي الآية القرآنية التي اجتمعت فيها كل حروف الهجاء، يعني من الألف إلى الياء؟ الرجاء إرسال الإجابات على صفحة الفيسبوك الخاصة بقناة مصر الزراعية، وسوف يتم الرد على السادة الفائزين. وفي نهاية هذه الحلقة نختم هذه الحلقة مع زهروات القرآن وهذه الأنشودة الطيبة العطرة، فليتفضلوا. سمعونا كده، سمعونا ايه؟ سألناكم عن قصة للمصطفى، إذ قام يوما في الجهاد منظما، رص الصفوف كما الصلاة تصفهم، فكأنهم بنيان سد أحكما، وتجول المختار بين صفوفهم، فإذا بشخص بينهم متقدما، قد غير الصف القاوم خروجه، نظر الرسول إليه ثم تبسما وبعود. صلى الله عليه وسلم. أحسنتم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.